بنلاحظ، بس في نفس الوقت كان احنا برضو اخوات واصحاب وكل حاجة يعني، بس واحنا استفدنا من الشدة والدقة يعني، اتعلمنا حاجة جديدة، الميعاد بالثانية، الدقة بالملي، كل حاجة، وده يعني كان ليه استفادة شخصية يعني. ليك انت شخصيا؟ طبعا طبعا. طب احكي لي كده بقى، يعني داد وانت في السنة وشوية دي، عملت ذكريات ايه كتير اثناء جدا، بناء المسجد؟ كتير كتير جدا طبعا. احنا زي ما بقول لحضرتك، يمكن عدد العمالة والفنيين والمهندسين كان بيوصل لحوالي 1000 شخص في الوردية، في الوردية الواحدة يعني الواحدة 3000 على مدار اليوم. 3000 على مدار اليوم. يمكن ياه. الوردية الأخيرة أقل شوية يعني، الورديتين الأساسيتين كان الأولى والثانية. فطبعا كونا صداقات وعلاقات جديدة، سواء بقى مهندسين، فنيين، شركات تانية زي ما قلت لحضرتك، في شركات تانية كانت بتنفذ قاعات المناسبات، زي ما حضرتك بتقول الضباط، الهيئة الهندسية، لا كونا صداقات جديدة. وكنا زي ما بقول لحضرتك، احنا اليوم كان طويل وما كناش يعني مثلا طارق مش من 8 ل 4، اذا انا ملتزم اروح 4 بالثانية، لا من حبنا للشغل واحنا عايزين نظهر بالشكل المشرف اللي ظهر ده، احنا كنت ممكن اطبق وردية واثنين ونقعد، وقلبنا على الشغل، وهدفنا زي ما قلت لحضرتك هدف واحد، احنا نخلص في الميعاد اللي احنا وعدنا بيه، وقد كان الحمد لله يعني. الماتيريال او المواد اللي استخدمت في البناء ده، بالاضاءه بالدهانات بالحاجات دي، جبتوها منين؟ كلها خامات محليه، كل الخامات اللي استخدمت في المسجد خامات محليه، وده كان مترعى في التصميم، خامات مصريه، ما دخلش اي حاجه مستورده تقريبا، كله صناعه مصريه، بالنجف بكل الحاجات دي، كل حاجه مصريه، كل حاجه مصريه. وكل ده كان موجود في تصميم انتم مشيتوا عليه خطوه خطوه. بالظبط بالظبط. ولكن اللي بيجي بقى يقول لك العمود ده خلص، شايف العمود اللي احنا شايفينه، شايف الرسومات اللي فيه والحاجات دي، حاجه ليها رونق يعني. اللي يجي يستلمه منك بقى ظابط من الهيئه الهندسيه، ظابط مهندس، ظابط مهندس، فيقول لك بقى لا الملي ده مش عارف ايه، هنا بقى انت هي بتضحك. هنا الدقه، هنا بقى الدقه الزياده اللي هي بتخدم الشغل يعني. فانت بتقول لي المعيار زاد بقى في التسليم. من اصعب الحاجات اللي حضرتك زي ما بقول لحضرتك، الارقام الكبيره اللي حضرتك اتكلمت عليها دي في الوقت القصير ده بالدقه دي، ده اصعب حاجه في شغله الهندسه يعني. يعني انت تراهن على المشروع ده جدا. جدا. وايه اصعب حته من وجهه نظرك كانت في الجامعه؟ كان القبه الرئيسيه، ودي اتنفذت بتكنيك ما حصلش قبل كده في مصر كلها. ايه بقى؟ القبه دي من الداخل كانت من ماده الجي ار بي، اتجمعت على الارض واترفعت بسيستم هيدروليك، يمكن تحصل حصلت اول مره في مصر يعني. اتجمعت على الارض؟ على الارض، على الارض يعني. قبه الجامع دي انتوا جمعتوها على الارض ولك الاول ان وبعدين تتخيل رفعتوها؟ يعني 33 متر قطر، ارتفاعها هي نفسها 28 متر، هنرفعها على ارتفاع 45 متر. بتجمع كل الكلام ده على الارض على شاسيه حديد بوزن يعدي ال 100 طن، واترفع بسيستم هيدروليك، وده ما حصلش قبل كده. ودي كانت فكره مين دي؟ مهندسينا في المقاولين العرب. فبالتالي انتوا جمعتوا القبه، اتبنت فعلا هي او الهيكل الاول هي على الارض؟ لا هي معموله خرسانه مسلحه طبعا فوق، انا بتكلم على التشطيب بتاعها من الداخل، كان جي ار اتشطبت بي، واترفعت تحت واترفعت فوق، وبعدين اتعمل لها الريبير والدهان بتاعها. الحاجه الثانيه اللي صعبه كانت المآذن، ارتفاع المآذنه 95 متر. 95 متر ده ارتفاع ما حصلش. تخيل حضرتك بقى بتتكلم في الدقه دي والسرعه دي، وفي نفس الوقت انت خايف على سلامه الناس اللي شغاله يعني. مش اي عماله بتطلع، مش اي مهندس بيطلع يشتغل على ارتفاع 95 متر، مش اي فني بيطلع يشتغل على ارتفاع 95 متر، ارتفاع شاهق ده انجاز بكل المعاني جدا طبعا. التكنيك برضو جزء من المأذنه اتعمل برضو على الارض، اخر جزء من المأذنه اتعمل على الارض واترفع بونش طبعا. وينش بص معانا شكل، بص ده نتيجه تعبك هو يا باشمهندس. الحمد لله. وده تعب زمايلك وتعب كل الناس اللي بتسمعنا. الحمد لله. وليها ذكريات في المكان. بص المنظر مفرح والله العظيم. كلنا فخورين يعني. صح ولا لا؟ طبعا. يعني انا شايف صوره، سواء المسجد او الكنيسه، صوره رائعه، ونتيجه عرق وتعب بشكل، واحنا شايفينها يعني عشان ابتديت الموضوع من الصفر، شايفه بشكل تاني خالص يعني. يعني فعلا كلنا فخورين، والحمد لله ان هو ظهر بالشكل المشرف ده قدام العالم كله يعني. الحمد لله.